دمرت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم خلال اقتحام مستمر منذ أمس. اندلعت اشتباكات مسلحة داخل المخيم مع مقاتلين فلسطينيين فجروا عبوات ناسفة بآليات جيش الاحتلال خلال اقتحامها المخيم. ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية وفرضت حصارا شاملا على مخيم نور شمس ومنعت التجول فيه. معنا الآن من مخيم نور شمس في طولكرم مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة. عميد، هل ما يزال الاقتحام الإسرائيلي مستمر وحالة الحصار أيضا مستمرة على المخيم؟ سهام قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحاصر مخيم نور شمس في مدينة طولكرم مع اشتداد الاشتباكات المسلحة داخل أزقة المخيم مع مقاتلين فلسطينيين ينشطون في هذا المخيم. تشاهدون الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تحاصر مخيم نور شمس ومن وقت لآخر تقتحم داخل المخيم ثم تعاود مرة أخرى الخروج إلى أطراف المخيم كما نشاهد في هذه الصورة الآن. عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس في هذا الاقتحام، وهو واحد من أطول الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لمخيمات شمال الضفة الغربية. شهد هذا الاقتحام أوسع عمليات تدمير تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأرض في المخيم وحتى خارج المخيم. تدمير لشبكات الطرق، تدمير لشبكات الكهرباء والمياه، انقطاع الكهرباء عن مخيم نور شمس، وعمليات تدمير واسعة للبنية التحتية داخل المخيم وخارج المخيم، وعمليات التدمير التي نفذتها عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية المعززة بجرافات عسكرية طالت عدد كبير من المحال التجارية للمواطنين الفلسطينيين داخل مخيم نور شمس. الآن قوات الاحتلال تنتقل من منطقة إلى أخرى، من حي إلى آخر في هذا المخيم الذي بدأ الاقتحام في ساعة مبكرة يوم أمس وليس كما جرت العادة مع ساعات الفجر. تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء المخيم وبطبيعة الحال في سماء مدينة طولكرم التي تتعرض هي الأخرى لهذا الاقتحام، وعمليات التدمير امتدت من داخل المخيم إلى شوارع مدينة طولكرم. تعزيزات عسكرية إسرائيلية دفعت بها قوات الاحتلال خلال ساعات الصباح شاركت في حصار هذا المخيم المحاصر حتى هذه اللحظة، وفرضت حظر التجول على المواطنين الفلسطينيين في مخيم نور شمس. السمة الأساسية لهذا الاقتحام سهام هو تنفيذ عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية وكل أساسيات حياة المواطنين الفلسطينيين المدنيين في هذا المخيم الذي يعيش فيه تقريبا 14,000 لاجئ فلسطيني. تعرضوا لعمليات التدمير خلال أكثر من 20 اقتحاما سابقا، واليوم يأتي هذا التدمير مرة أخرى، ولكن هو أوسع عملية تدمير تقوم بها قوات الاحتلال لهذا المخيم. تشاهدون الآليات العسكرية الإسرائيلية، هذه الآلية على مقربة منا تغلق أحد مداخل مخيم نور شمس. هذا المخيم محاصر بشكل كامل، حولته قوات الاحتلال إلى منطقة عسكرية مغلقة. المقاتلون الفلسطينيون داخل المخيم حاولوا التصدي لهذا الاقتحام بالأسلحة الرشاشة الخفيفة وبتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع بالآليات العسكرية الإسرائيلية في محاولة للدفاع عن منازلهم وعن مخيمهم وعن الممتلكات داخل هذا المخيم التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها بشكل ممنهج. واليوم هي أوسع عملية تدمير سواء من ناحية المسافة، مسافة الطرق التي دمرتها قوات الاحتلال في خارج المخيم في الطريق إلى المخيم أو حتى داخل أزقة المخيم. الهلال الأحمر الفلسطيني سهام منذ ساعات الأمس نقل ثلاث إصابات في حصيلة أولية لهذا الاقتحام، أحدها بالرصاص الحي وهو في حالة متوسطة داخل مستشفيات مدينة طولكرم، تم نقلها من المخيم مع بدء هذا الاقتحام، إلا أنه ليس هناك حصيلة نهائية لما يجري داخل المخيم أو إن كان هناك المزيد من الإصابات داخل المخيم، إلا أن الاشتباكات تركزت تحديدا في هذه المنطقة خلف الآلية العسكرية الإسرائيلية. تتجدد الاشتباكات من وقت لآخر ونسمع دوي انفجارات متتالية. قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا داخل مخيم نور شمس بالقذائف المحمولة على الكتف، وكان هناك تفجير لعدد كبير من العبوات الناسفة
بالآليات العسكرية الإسرائيلية التي تتمركز في عدة أحياء داخل مخيم نور شمس المحول إلى منطقة عسكرية مغلقة كما ذكرنا. تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية وعلى علو منخفض في سماء هذا المخيم منذ بدء هذا الاقتحام. تحلق هذه الطائرات في سماء مخيم نور شمس مع استمرار هذا الاقتحام، وفي واحد من أطول الاقتحامات التي يتعرض لها مخيم نور شمس. عمليا قوات الاحتلال الإسرائيلي جاءت لتدمير مخيم مدمر في الاقتحامات السابقة، ولكن كلما حاول الفلسطينيون ترميم أي طريق حتى لو بطريقة بدائية تعود جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتبدأ بتدمير ما يحاول الفلسطينيون ترميمه سواء داخل المخيم أو خارج المخيم، وهو ما يجري في كل المخيمات التي هاجمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقامت بتدميرها. وليس فقط تدميرها، إنما يمنع على أي فلسطيني أن يقوم بأي عمليات ترميم في المناطق التي تدمرها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن السمة الغالبة لهذا الاقتحام هو التدمير، ويمنع على الفلسطينيين إعادة إعمار ما يتم تدميره، وكلما حاولوا إعادة إعمار هذا التدمير تعود جرافات الاحتلال من جديد لتدمير ما يتم إعماره. عميد شهادة من مخيم نور شمس في طول كرم، شكرا جزيلا لك حتى الآن، وسنعود إليك في وقت لاحق لمتابعة التطورات.